دول اعضاء في المعادن، جهاز قشمعادن وجهاز الحراره. اس للطلبه كلها هم داخلين. في اي حالات عندك اكتر من 37؟ مفيش. طب الحمد لله، ربنا يوفقكم ان شاء الله. برضه يا فندم احنا كده محافظين عليهم برضه هم كمان. ده انا شايف الفيس وحاجه جميله والله. اه يا جماعه عشان الزحمه بس يا جماعه. اطمن اطمن. احنا مش هنسمح بالدخول لا لنفسي ولا لغيري عشان اللجنه تبقى منضبطه ومنتظمه زي ما هي. ان شاء الله. الكلمه هناخدها بره. اهم حاجه عاوزك انت كرئيس لجنه تطمن الولاد، تريحهم عشان يقدروا الامتحان يعني ايه بهدوء وراحة ان شاء الله. بدايه اهلا بكم في اسكندريه. ثانيا احنا امبارح عملنا تجربه محاكاه للاجراءات اللي هتتم بالنسبه لابو اولادنا الطلبه من ساعه ما بيدخل من خارج المدرسه والبوابه وبوابه التعقيم. انا اطمنت امبارح بنفسي وجيت النهارده عشان نطمن. اذا كانت درجه الحراره اعلى من 37 بيدخل غرفه فيها اطباء يسالوه عن اي اعراض، والاطباء دول من مديريه الصحه في اسكندريه. لو كان لا قدر الله اشتباه في حاله كورونا بناجل امتحانه للترم القادم، وبنطمن الطالب وبنطمن ولي الامر ان الترم الثاني هيبقى بنفس الدرجات الخاصه بالترم الاول. كل الاجراءات بتتم بخير. انا اطمنت على اولادنا واطمنت ان ما فيش ولا حاله درجه حراره بتاعتها عاليه. كل الاجراءات الاحترازيه احنا طبقناها واولادنا الحمد لله يعني بخير. انا اطمنت عليهم ورفضت ان انا ادخل داخل المدرسه عشان ما نشدش اعصابهم. الامور كويسه الحمد لله. احنا عاوزين نطمن اولياء الامور ان احنا عملنا كل الاجراءات. احنا بننبه بعض المدارس، وانا جاي لاحظت ان في بعض التجمعات لاولياء الامور وده مش عاوزينه، ونكرر وبننبه على اولياء الامور سيبوا اولادكم امانه في رقبتنا احنا، واحنا المسؤولين عنهم ان شاء الله. Thank you.